أنك تبحر على متن سفينة في عام 1762. غادرت إنجلترا وصحتك ممتازة والحماس يملأك، ولكن صادفتك مفاجأة تعيسة في الطريق، فبعد شهر تقريباً أصبحت مريضاً للغاية، بالكاد يمكنك المشي، لثتك تؤلمك وتواجه صعوبة في الأكل، وعندما تنظر للأسفل إلى ساقيك ترى أنهما في حالة سيئة أيضاً، فهما متورمتان ومليئتان بالكدمات، ويهمس صوت مريض في عقلك: ما الذي أصابني؟ فجأة يظهر شخص غامض من العدم يحمل هدية صغيرة، وتلك الهدية هي برتقالة. يخبرك بصوت أجش عميق: يجب أن تأكل برتقالتين يومياً وسيختفي المرض. أوه، هذا قاس على الحلق. وبعد ذلك يختفي الرجل بكل بساطة. حسناً، قد تبدو هذه القصة خيالية، ولكنها مبنية على بعض الأحداث الحقيقية. فالشخص الغامض الذي يقدم البرتقال هو الدكتور لاند، والذي اكتشف وجود نقص غذائي بين البحارة أطلق عليه داء الإسقربوط. إذن هل يمكنك تخمين أي فيتامين نقصه يسبب هذا المرض؟ نعم، فيتامين سي. من المؤكد أنه مر بالكثير من التجارب والأخطاء في محاولته لتحديد سبب مرض الناس، ولكن عندما عثر على الإجابة أخيراً تمكن من علاج المشكلة، كما تم إعطاء البحارة الليمون الأصفر والأخضر، ولهذا السبب لقبوا بالليمون في ذلك الوقت، ولكن هذه قصة أخرى. إذن ما هي المادة التي يحتوي عليها البرتقال والتي تحمينا من المرض، وكيف نستفيد منها؟ وماذا عن قشور البرتقال؟ هل هي مهمة أيضاً؟ أحضر بعض الفشار، أعني بضع برتقالات، ولنكتشف ذلك معاً. البرتقال ليس غنياً بفيتامين سي فحسب، بل بالألياف وحمض الفوليك والبوتاسيوم والثيامين ومضادات الأكسدة أيضاً، كما أنه يتألف بشكل أساسي من الكربوهيدرات والماء، ويحتوي على القليل من البروتين والدهون والسعرات الحرارية. وسأسهب في الحديث عن هذه العناصر الغذائية في هذا الفيديو. لنفترض أنك بدأت من اليوم بتناول برتقالة أو برتقالتين يومياً. مع مرور الوقت ستبدأ في رؤية الكثير من التغيرات في جسمك، بدءاً بالتالي: 1- ستلاحظ خسارتك لبعض الوزن. لجميع عشاق الطعام يعتبر البرتقال وجبة خفيفة مثالية، فحبة البرتقال الكبيرة تحتوي على 87 سعرة حرارية فقط، مما يجعلها غذاء منخفضا في السعرات الحرارية وغنيا بالمواد الغذائية. وتقدم هذه الحصة حوالي 4 جرامات من الألياف الغذائية المعروفة بقدرتها على تحسين صحة الأمعاء. ولكن لا ينتهي الأمر عند هذا الحد، فحبة البرتقال مشبعة أكثر من الكرواسون بأربع مرات، وستمنعك من الشعور بالجوع طوال الوقت. ستبدو بشرتك صحية أكثر، رغم أننا لا نريد مواجهة هذه الحقيقة، إلا أن بشرتنا تفقد تألقها مع التقدم في السن، كما قد تعاني البشرة بالإضافة إلى بعض الأعضاء الأخرى من أضرار الجذور الحرة. ولمساعدتك على فهم الأمر، فكر في كيفية بدء ظهور الصداء على المعادن عند تعرضها للهواء والرطوبة. للأسف لا يوجد علاج سحري لمنع الشيخوخة، ولكن يمكن للبرتقال المساعدة في إبطائها. كما تساعد الكميات الكبيرة من الماء في البرتقال على إبقاء بشرتك رطبة، مما يمنحها ذلك التألق الندي. ولكن دعنا لا ننسى أهم مركب، فيتامين سي، والذي يساعد جسمك على إنتاج المزيد من الكولاجين. تنخفض كمية الكولاجين الذي ينتجها جسمك مع تقدمك في السن، وفي الواقع تنخفض بحوالي 1% سنوياً، ويعزز فيتامين سي إنتاج الجسم الطبيعي للكولاجين. 3- لا مزيد من التشتت الذهني. حسناً، من المعروف أن البرتقال يغذي أفكارك. بعيداً عن المزاح، يقع أعلى تركيز لفيتامين سي في الدماغ، وقد يؤدي أقل نقص في هذا الفيتامين إلى تأثير خطير على المدى الطويل. تدعي دراسة حديثة أجرتها جامعة ريدينغ أن البرتقال مصدر غني للمواد الكيميائية النباتية والمعروفة باسم الفليفونويد. حسناً، هناك نوع فرعي من الفليفونويد يسمى الفليفونون، وهو المكون السحري. قد ثبت أن هذا الفليفونون يحسن الذاكرة من خلال تنشيط المسارات في الحصين، وهو جزء من الدماغ مسؤول عن التعلم والذكريات،
لذلك يمكنك تناول هذه الفاكهة المعززة للدماغ أثناء دراستك أو تلقيك معلومات جديدة. 4. لا مزيد من تساقط الشعر أو الشيب. في بعض الأحيان نرى بعض الشيب على رؤوسنا ونشعر بشعور عميق في نفوسنا، إنها بداية النهاية. ولكن بعيداً عن كل تلك الدراما، ربما يعود السبب لعدم تناولنا كمية كافية من البرتقال، فالبرتقال غني بفيتامين A وفيتامين C، وكما أخبرتك مسبقاً هل تذكر؟ فإن فيتامين C يساعد في الإنتاج الطبيعي للكولاجين في الجسم، ولا يساعد هذا الكولاجين على تقوية بشرتك فحسب، بل شعرك أيضاً. ولأن البرتقال غني أيضاً بمضادات الأكسدة، والتي تحمي خصل الشعر من الإجهاد التأكسدي. لحظة، إجهاد ماذا؟ دعني أشرح لك. الإجهاد التأكسدي هو اختلال في مضادات الأكسدة والجذور الحرة في أجسامنا، وقد تتسبب عوامل عديدة في ظهور الجذور الحرة، على سبيل المثال الطعام الذي نأكله والبيئة حولنا وحتى الهواء الذي نتنفسه. لذلك تظهر الجذور الحرة أثناء قيامك بروتينك اليومي، ومع ذلك فقد تم ربط تناول جرعة كافية من البرتقال بمنع تساقط الشعر والشيب. ولكن لا نريد أن نترك فيتامين A خارج المعادلة، فوفقاً للمعهد الوطني للصحة تم التوصل إلى أن هذا الفيتامين يسرع عملية نمو الشعر من خلال تحفيز إنتاج الزهم. حسناً، إن كنت لا تعرف الكثير عن علم الأحياء، فالزهم هو مادة زيتية شمعية ينتجها جسمك. يمكنك رؤيتها على بشرتك عندما تصبح دهنية، أو على فروة رأسك عند عدم غسل شعرك لبضعة أيام. 5. يحمي النظر. كما ترى، فقد توصل علماء من معهد ويست ميد للأبحاث الطبية في سيدني إلى أن مجرد تناول برتقالة واحدة يومياً يقلل من خطر ضعف البصر بنسبة تصل إلى 60%. وقد ركزت الدراسة على العلاقة بين أمراض العيون والفليفونويد الموجود في البرتقال. لذلك بعبارة مبسطة، الفليفونويد يعمل كدرع سحري لمنع العمى المرتبط بالعمر. والجزئية المثيرة للدهشة أن الأطعمة الأخرى الغنية بالفليفونويد لا تقدم نفس النتائج مثل البرتقال. ولكن لا يقتصر الأمر على الفليفونويد فحسب، فالكولاجين يلعب دوره هنا أيضاً، فهو يساعد على منح هيكل لعينيك، وعلى وجه التحديد القرنية والصلبة، وهي الغطاء الخارجي لمقلة العين. تقوم بعض الحيوانات بإنتاج فيتامين سي ذاتياً، لذلك لا تحتاج إلى العثور على مصادر بديلة. لكن للأسف لا يمكن للبشر ذلك، لذلك يجب علينا البحث عنه في أطعمتنا. 6. سيصبح قلبك صحياً أكثر. الآن وبعد أن حمينا أعيننا، لننتقل إلى قلوبنا. البرتقال غني بالبوتاسيوم، والذي يساعد الجهاز العصبي على القيام بعمله بشكل سليم، وقد يقلل من ارتفاع ضغط الدم. إذن كيف يفعل ذلك بالضبط؟ حسناً، الأمر أكثر تعقيداً مما يبدو عليه. يرسل الجهاز العصبي إشارات بين الدماغ والجسم، ويتم توصيل هذه الأوامر على شكل نبضات عصبية، وتساعد على تنظيم نبضات القلب والانقباضات ووظائف الجسم الأخرى. هذه النبضات مصنوعة من أيونات الصوديوم التي تتحرك إلى الخلايا، في حين تتحرك أيونات البوتاسيوم خارج الخلايا. وعندما تكون مستويات الصوديوم عالية، فإنها قد تزيد من ضغط الدم، ولكن قد يساعد استهلاك كمية كافية من البوتاسيوم على خلق توازن من خلال إزالة الصوديوم الزائد من الجسم. ووفقاً للمعهد الوطني للصحة، فإن المصابين بارتفاع ضغط الدم قد لاحظوا تغيرات كبيرة بعد استهلاكهم كميات أكبر من البوتاسيوم، كما انخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، ولكن قد يؤدي نقص هذا المعدن إلى نتائج عكسية. كما أن البرتقال غني بحمض الفوليك، وهو نوع من فيتامين بي يساعد جسمك على خفض مستوياته من حمض أميني يسمى الهوموسيستين. ويوجد هذا الحمض الأميني في العادة في اللحوم الحمراء، ويرتبط بضعف صحة القلب. كما أن البدء في تناول البرتقال سيساعد أيضاً على خفض الكوليسترول السيء في مجرى الدم، ولكن مثل أي علاج طبيعي فإن الأمر سيستغرق بعض الوقت. 7. تعزيز نظام المناعة في الجسم. حسناً، هذه الفائدة هي الأكثر وضوحاً، ولكن نميل إلى نسيان الفوائد الصحية التي يقدمها البرتقال لنظام المناعة في أجسامنا. لذلك دعنا ننعش ذاكرتنا حول كيفية عملها. لو كان بإمكاننا منح دور لنظام المناعة،
فسيكون سلاحف النينجا. فهو فريق متكامل من أنسجة وبروتينات وخلايا وأعضاء تعمل جميعاً لمكافحة الكائنات المجهرية والجراثيم والالتهابات. وعدم وجود كمية كافية من فيتامين سي في النظام الغذائي قد يمنع الجروح من الالتئام بسرعة، وقد يتسبب في ضعف العظام، وقد يتسبب حتى في تورم المفاصل ووجعها. ولكن في المقام الأول قد يتسبب في الإصابة بالأمراض بشكل متكرر. قد يؤدي تناول برتقالة يومياً إلى نزع الجذور الحرة ومنعها من الإضرار ببيئة الخلايا، وسيسمح ذلك لنظام المناعة بالتصدي للأمراض بما في ذلك الأمراض الخطيرة. الآن وبعد أن غطينا التفاصيل الدقيقة لفوائد فيتامين سي، لنتحدث عن قشرة البرتقال، هل يجب أكلها أم لا؟ حسناً، يعتمد هذا على ما إن كنت تحب أكلها أم لا، ولكن الحقيقة المؤكدة هي أنها ليست لذيذة مثل اللب. ولكن طالما أنك تأكل قشرة برتقالة عضوية لا تغطيها أي مواد كيميائية فستكون بخير. ولكن تحتوي قشرة البرتقال على ألياف أكثر بكثير من اللب، كما أنها غنية بالكالسيوم وفيتامين سي والعديد من فيتامينات بي وفيتامين اي. ولكن هناك مشكلة مرتبطة بها، لا يتم هضمها بسهولة، لذلك يجب عليك أن تكون حذراً. ماذا عنك؟ هل ستضيف بضع برتقالات إلى نظامك الغذائي؟ أخبرني في التعليقات أدنى. وإن كنت قد تعلمت شيئاً جديداً اليوم، فامنح هذا الفيديو إعجاباً وشاركه مع صديق. ولكن لحظة، لا تقشر برتقالتك الآن، فلدينا أكثر من 2000 من مقاطع الفيديو الرائعة التي يمكنك الاطلاع عليها. كل ما عليك فعله هو اختيار مقطع الفيديو الأيمن أو الأيسر والنقر عليه والاستمتاع بمشاهدته لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.